الصورة دي هخليها A والصورة دي هخليها B، تمام؟ يعني افتكر الدنيا باينة قوي زي ما شايفين. شفتوا النويز اللي هنا والتلطيش؟ التلطيش راح هنا، الدنيا بايظة خالص. فده كله من السامبلز اهو زي ما احنا شايفين. بس هل السامبلز لوحدها بس اللي تعدل ده؟ لا. لو قفلنا ده كده ورحنا على الاريديانس كاش، طبعا اللي هو ده، لو فتحنا حاجه اسمها ريكورد دنسيتي، الريكورد دنسيتي شفتوا السامبلز اللي كانت في الرندر اللي هي النقط اللي جنب بعضها دي، النقط اللي جنب بعضها دي لو مش قريبه من بعضها بالدرجه الكافيه تمام هتعمل التلطيش اللي احنا شفناه ده. ففي عندك هنا حاجه اسمها مينيمم سبيسنج وماكسيمم سبيسنج. فانا هقول له مثلا مينيمم سبيسنج ب 20 وماكسيمم سبيسنج مثلا ب 30 الى حد ما الرقمين دول كبار. دنسيتي معموله 40 اللي هي الكثافه، هقول له 50. خلاص كده لو قفلت جيت عملت ريندر، انا هقارن بين المره دي. الاول انا هشيل حكايه اي بي دي تمام، وهخلي دي هي ايه، واللي بتترندر حاليا هي دي. شفتوا المره دي حاطط سامبلز قد ايه؟ المرة دي الدنيا كلين تمام. ماشي، مش يعني شفنا كده في فرق، في فرق وفرق جامد كمان. لو شلنا اي بي ورحنا ل اي بي مش قوي يعني. طيب لو قفلنا دي كده ورحنا لده، خلينا بدل فيزيكال ستاندرد، لان لو فيزيكال هنخش في حاجه تانيه. خلينا في ستاندرد ورندر تاني معلش. يعني لسه في شوية نويز هنا، فنرجع للجلوبال illumination. طبعا ده الامبيد اوكلوجن، هقفل الامبيد اوكلوجن احتياطي او مؤقتا، بس مؤقتا مؤقتا عشان اسرع الوقت بتاع الرندر مش اكتر. وجربنا حتى نرندر هنا في، عايز اقول لكم حاجه كمان، لو خلي بالك لو
الهيدر مش بالكواليتي تمام، او الكواليتي بتاعتها مش بالدرجه الكافيه، ممكن فعلا تسبب لك مشاكل زي ما احنا شايفين برضو لسه عندنا شويه نقص. طيب يبقى احنا كده هنروح هنا اوتوماتيك، وهنا هقول له مثلا خليها هاي، يعني هاي سامبلينج، وارجع الايه امبيانت اوكلوجن، وبس هعمل هنا مجرد ريجون، مش عايز رندر الصوره كلها. هي دي بس مشكله الجي اي، ان هو موضوع السامبلينج فيه عالي اهو كده، بقت كلين جدا 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 جدا. طب جميل قوي. اللي بعد كده، اللي بعد كده ان انا بقلب الريندر بتاعي بدل ستاندرد لفيزيكال. فيزيكال ريندر هو بيدي ريندر اكيوريت قوي خلاص، وكواليتي عالي قوي، بس بطيء سنه، بس فعلا بيدي اكيوريت قوي. لو رحت للسامبلر بدل فيكسد هقول له ادابتيف. عندي هنا حاجه اسمها سامبلنج سب ديفيجن، وعندي حاجه اسمها شيدنج سب ديفيجن. سامبلنج سب ديفيجن معناها انه هيقسم كل سامبل من الضوء لاثنين، يعني السامبل اللي احنا شفناها النقطه البيضاء دي هيقسمها تاني اثنين تمام، ف ثلاثه معقوله خلاص. في حاجه اسمها شيدنج سب ديفيجن ماين وشيدنج سب ديفيجن ماكس، الاثنين دول ليهم مصطلح تاني اسمه انتي اليسنج. يعني ايه الانتي اليسنج؟ يعني مثلا انا لو عندي اوبجكت زي ده فيه شويه تنايات زي اللي احنا شايفينها دي، وشويه التعريج بتاعت العجله والكلام ده كله، الكاميرا عشان تجيب لك التفاصيل دي بتطلع حاجه اسمها ري تمام. الري ده انا شرحتها على فكره المره اللي فاتت افتكر، يعني الري ده بيرجع للكاميرا سامبل تمام، فعلى حسب عدد الريز اللي رايحه وعدد الريز اللي راجعه بيرجع لك الموديل بتفاصيله. طبعا لو كانت قليله فبيرجع بتفاصيل قليله. فهنا بحدد المينيمم والماكسيمم 2 ل 3 افتكر كويسه، 3 دي في بعض الاحوال ممكن تلاقيها رافعه معاك ل 5 و6 و7 كمان، فانا خلينا في النص في 4. شيدنج ايرور ثريشولد اللي هو نسبه الخطا تمام، فانا بسمح له 30%، يمكن 30 عاليه شويه بس يعني كفيله انها تخلي الدنيا اسرع سنة. دول هتكلم عليهم في التكتشرز. طب نشيل ده ونعمل ريندر. الوقت اللي خده بالاعدادات الجديده زياده بس 5 ثواني عن الوقت القديم، وبصوا الفرق في الكواليتي، فرق جامد قوي. يعني احنا قدامنا نعلى سنه كمان وناخد برضو وقت ريندر معقول. ده باختصار الجي اي عشان نبقى عارفين احنا هنشتغل ازاي. طيب لو قفلنا ده بقى كده وبدأنا نشتغل في التكتشر كده، احنا خلاص خلصنا الشغل بتاع الإضاءة، ومش هشتغل باللايتس اللي انا حتى حطيتها. عايز تشتغل بيها ممكن نشتغل بيها عادي، بس افضل ان طالما احنا هنعتمد على حاجة زي كده ف ممكن نشتغلها لوحدها، ولو حطينا معاها ممكن نحط معاها سان لايت عشان الشادو زي ما هوريكو كمان شوية. ممكن على فكرة اعتمد على الاتنين على الاتنين ريفليكتورز دول على فكرة، بس طبعا هقلل اللايت شوية. تمام مش اكتر، حاجه كده مثلا، يعني يدوني لو جينا فكرنا نعمل ريندر
فكر اضاءه كويس. تعالوا بقى نشتغل اول تكتشر. انا طبعا مش عايز اشوف الزحمه اللي قدامي دي، فدبل كليك بس هنا على اول واحد تمام عشان يلغي ده واللي تحت وكده. يبقى انا لو رندرتهم موجودين في الرندر، لكن هم اصلا مش موجودين في الفيو بورد. يمكن اقلل ده شويه، هخلي ده 80 واخلي ده مثلا 70 يعني كده. وهاخد الاورنج سكالر لان هو الكالر اورنج اصلا، وممكن اخد كمان كالر من السيم بتاعتي دي في بلو. يعني اخد حاجه امبيانت لايت كده تمام. يعني حاجه كده، بس الامبيانت ده خليه بتاع 120. ليه؟ لان هو دي ساتوريتد. جميل جدا. نخش على التكتشرز ونخش على اول واحده اللي هي دي. تمام، دي بقى انا عايز اوصل لها، فمش عايز اقعد اعمل افتح واعمل القصه دي. في امر حلو قوي لو احنا رحنا رايت كليك على اي حته فاضيه وهنقول له كاستمايز باليت، وهنا هكتب حاجه اسمها سكرول تو فيرست اكتيف اوبجكت. لو مسكت البتاع دي وسحبتها هنا كده فهلاقي سكرول ده، لو ضغطت عليه هيجيب لك الاوبجكت اللي انت عامل عليه سيلكشن. طبعا في حاجه ان الفرونت كاب او الكابس دي الاثنين دول جواهم حاجات، طبعا جواهم المسامير وجواهم الفرونت جريل. احنا عايزين دي. الماتريال دي كانت ماتريال تمبوراري يعني ملهاش لازمه، ف دبل كليك هنا ودي هسميها الجريل بيز، واقول لكم اللي انا سميتها بيز دلوقتي. الجريل بيز انا دلوقتي عايز اعمل ماتريالز كتير قوي، يعني عايز اعمل ماتريالات حديد، عايز اعمل كروم، هعمل كاوتش، هعمل ليذر، هعمل حاجه كتير. عشان انظم الدنيا بتاعتي هروح للايرز دبل كليك وهسمي دي مثلا ميتالز، دبل كليك تاني واسمي دي مثلا بلاستكس، دبل كليك تاني واسمي دي ليذر او جلد. طبعا اللون لو مش عاجبني دبل كليك على الكلر واغير الكلر للكلر اللي انا عايزه، واتفر الكلر اللي انت عايزه. الجريل بيز هتبقى تبع الميتال، اسحبها حطها في الميتال. اول ما تحط كده هتروح عامل لك هنا كده اول نو لايرز وميتال. تمام. بعد كده نرجع للاتريبيوتس، هاخد دي واحطها على الفرونت جريل. هلاقي ان اديت لي هنا كده كليك على التاج، وعندي هنا حاجه اسمها البروجيكشن. البروجيكشن يعني اعتبر ان التكتشر دي زي ورقه تغليف الهدايا. لو انت جايب علبه برفيوم وبتلف بتلفها بورقه، اللي بيحصل ايه؟ انك انت بتقوم حاطط العلبه وتطبق الورقه على علبه، انت بتغلفها بيها. التكتشر بتنزع الاوبجكت بنفس الطريقه دي، كانها بتنزل بتغلف الاوبجكت نفسه باكتر من طريقه بقى. في هنا اما ان انا بعتمد على اليو في دبليو مابنج. يو في دبليو مابنج زي الاكس والواي والزد بالنسبه للاوبجكت، بس دي بالنسبه للماتيريال كانها اكس واي وزد. بس دي عشان تبقى مظبوطه الاوبجكت ده لازم يكون معمول له يو في. في بعض الاحيان بتمشي معانا كويس، لكن في كتير من الاحيان ما بتمشيش معانا كويس. البروجيكشن التاني اللي هو الكيوبيك، في بروجيكشنز كتير فانا مش هتكلم عليهم كلهم مره واحده، هتكلم على اللي هنحتاجه وكلهم هيجوا في وقته. اما كيوبيك فبيتطبق على الاوبجكت كانه بوكس، يعني الماتيريال بتحوط الاوبجكت كانها بوكس. طبعا هيبان قوي احنا شغال. المهم ان البروجيكشن ده مهم قوي 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 في عرض الماتيريال بتاعي.
طبعا في حاجه اسمها تايرنج، ان الماتيريال دي تتكرر على الاوبجكت، تمام. وده احنا محتاجين، والا لو احنا شلنا تايرنج هيقوم مطبقها او طابعها على الاوبجكت كده من ناحيه واحده والباقي مفيش. لو فتحنا التكتشر هنلاقي عندي في الماتيريال اديتور حاجه اسمها التشانلز. التشانلز اللي هي دي عندي حاجه اسمها الكالر تشانل، وعندي الديفيوجن تشانل او بنسميها الديرت تشانل، ودي بنستخدمها عشان نكسر الكالر بتاع الماتيريال. وعندي لومينانس، ودي احنا شرحناها من شويه. ترانسبيرنسي لو احنا عايزين نعمل ازاز. ريفلكتنس، ودي كلامنا كله هيبقى فيها اصلا، اللي هو قناه الانعكاس، وهكذا هيجي في وقته. المهم الكالر، عايز اقول لكم على حاجه مهمه قوي. لما تيجي تعمل معادن في الغالب انت مش هتحط كالر، مش هتحط كالر هنا. ليه؟ لان الكالرز بتاعت بتاع المعادن بيبقى جاي من الانعكاس اللي عليها. طبعا الكلام ده في المعادن الكلين، تمام، اللي هي المعادن النظيفه زي الكروم زي الفضه زي الذهب، وبصراحه هما كلهم كده خلاص، او فيزيكالي هما كلهم كده. لكن ممكن تحط في كلر، لكن انا مش هحط في كلر. لو احنا جينا شلنا كلر طبعا كده بقت بلاك، او بمعنى تاني الريفلكتنس هي اللي عامله السبيكولر ده. بس انا مش بستخدم السبيكولر ده خالص تقريبا، فهاجي السبيكولر واقوم قايل له ريموف. كده بقت عندي ماتيريال سودا. لو ضغطت على اد هلاقي هنا اوبشنز كتير قوي وقويه جدا في ريفليكشن، بيكمان، جي جي اكس، فونج، وورد، فمش هخوض في دول، برضو كله هيجي في حينه، لكن يكفي ان احنا نختار الجي جي اكس، وتحديدا تحديدا في المعادن اختار الوورد، لانه بيتعامل مع السبيكولر والريفليكشن بشكل اكيوريت قوي عن الجي جي اكس و البيكمان، خصوصا لو هتعمل معدن مش نظيف. اما لو هتعمل معدن شايني قوي فهشتغل جي جي اكس او بيكمان، اي واحد من الاثنين. انا هشتغل على الوورد. زي ما احنا شايفين انا لو جيت كده عملت كده، تمام، مرايه أو زي ما قلت طالع مراية. طبعا هو مش هيبقى كده خالص. نكليك في أي حتة عشان نكنسل الريندر ونرجع للريفلكتنس. أول حاجة تقابلني الروفنس. الروفنس ده معناها إن المعدن ده مش هيبقى نضيف كده. نعمل رايت كليك وأوبن ويندو، مش هيبقى بالنضافة دي. لو جينا عملنا روفنس هنلاقي هيبقى بنسميه glazed او الريفليكشن معمول له بلر. طبعا دي ريفليكشن سترينجز، مفيش حاجه 100%، فانا بقللها في الغالب عن 100، المهم تقل عن 100 وخلاص، يعني عمر في حاجه 100%. سبيكولر سترينجز لو رفعتها كده السبيكولر ده بيزيد. طبعا انا عمري ما هعملها بالمنظر ده، لكن تعالوا ناخدها واحده واحده. اول حاجه انا عايز ادي كلر للمعدن بتاعي، تمام. لو عايز اديله كلر عندي هنا حاجه اسمها layer color. اما ان انا ممكن اجي هنا واقوم جاي عامل كده وفي الحاله دي انا رايح في اتجاه الجولد، او خلي ده زي ما هو. نستخدم شغل layers، تمام. شغل layers حلو جدا في سينما، كانك شغال فوتوشوب، كانك شغال فعلا فوتوشوب. هاجي في تكتشر، افتح تكتشر وممكن اقول له لود ايمج، وافتكر ان انا عندي
فينا شويه خامات في الميتال، عندي شويه مابس ظريفه يعني، فينا حاجه زي الحديد المصدي ده ممكن ناخدها، فينا حاجه زي ده، في كتير يعني، في شويه حاجات ظريفه انا هاخد ده. وهقول له اوبن، هيقول لي نفس الرساله، هقول له نو. طبعا زي ما احنا شايفين هي بالمنظر ده، وانا مش عايزها بالشكل ده، انا عايز اعمل لاير فوق الثانيه فوق الثالثه بحيث ان انا ابني شيدر كويس. فانا كل اللي انا هعمله ان انا هروح التكتشر، وزي ما دي محطوطه كده هكليك على السهم واقول له حط لي لاير. بمجرد ما قلت له حط لي لاير، كليك جوه اللاير تقدر تضيف هنا ليارات زي ما انت عايز، بالظبط 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 كانك جوه فوتوشوب. تمام. طيب انا مش عايز الكلر ده يبقى كده، يعني انا مش عايزه بالمنظر ده كده، فاحنا هنعمل ايه؟ كنترول زد، معلش. كل الحكايه ان انا عايز الايمج دي اعرف اتحكم فيها شويه، بحيث افتح اللون شويه، اظبطه شويه، اعمل كونتراست شويه، يعني اعرف اشتغل في الكالرز بتاعتها. طب انا هشيل دي مؤقتا، هقول له ريموف، واجي هنا في شيدر، هضغط على شيدر واقوم قايل له حاجه اسمها فلتر. راح فين فلتر؟ فلتر ده لو ضغطت عليه هو بيدي لك دي كده وتخش جوه. هنا هقول له تيكتشر لود ايمج، خد نفس الصوره، اقول لكم حاجه تعالى ناخد صوره فيها ديتيلز، لا خلينا نفس الصوره دي. اوبن نو. طب انا كده عملت ايه؟ انت لسه ما عملتش حاجه، بس هنا لو انا رفعت مثلا الجامه دي هقدر افتح الكلر كده. لو انا جيت في الساتوريشن قللت الساتوريشن شويه هقدر اخلي المعدن بالمنظر ده كده، او بالكلر اللي احنا شايفينه ده. فهنا انت بتتحكم زي ما انت عايز بالشكل ده. انا افتكر دي هتبقى كده كويسه قوي. نطلع اب. طب فوق الفلتر ممكن نحط حاجه تانية، حط كتير، قول له ايمج. ناخد مثلا صوره بقى ابيض واسود عشان نكسر الكلر، او نعمل ماسك تيكتشرز. عندي حاجه، عندي فولدر حلو قوي اسمه ماسكس ما بستغناش عنه. راح فيك ماسكس، شويه الماسكات الجميله دي. ناخد اي حاجه، بدوس ود اي حاجه، ناخد البتاع ده اوبن نو. اهو كده بقى ديرتي ميتال، بس طبعا انا مش عايز في الكلر اسود، بس انا هستخدم دي مش كديرت، هستخدمها كماسك للي تحتها زي الماسك جوه فوتوشوب. كليك. بس خلي بالك في حاجه مهمه جدا جدا جدا، برامج ال3 دي ماشيه من تحت لفوق، يعني اللاير دي رقم 2، دي رقم 1، يعني دي رقم 1 2، فانا عايز دي هي اللي تبقى رقم 1. تمام. وكليك قوم قايل له لاير ماسك. تمام بالشكل ده بقت دي ماسك دي. لو دخلنا جوه اللاير دي، بصوا لو رفعنا دي شويه بقت طبعا استحاله انا عاوزها بالمنظر ده، بالعكس ده انا عايز اقلل البلاك عن كده شويه. طب اقلل البلاك ازاي؟ هندخل دي بره، هندخل الصوره دي جوه فلتر، بس طبعا مش هعمله، انا هسيبه زي ما هو كده. الدنيا الدنيا تمام. ممكن نقلل الاوباستي، ممكن نزود الاوباستي، ممكن نقلل اوباستي الماسك بالمنظر ده. طب هي كده وبس؟ لا، نقدر نحط غيره. ازاي؟ ممكن اقول له شيدر واقول له كلر كده لون ابيض. ممكن اخلي الكلر ده مثلا وليكن يعني شويه كده مثلا، واطلع اب حلو، واخف اوباسيتي الكلر ده.
مثلا ممكن اعمل له بلند مود كمالتي بلاي خلاص او كلايتن سوفت لايت، افتكر سوفت لايت كويسه قوي. تمام كويسه جدا كمان. ده كده الكالر بتاعي. طيب انا عايز بقى احط كنترول اتحكم في الكونتراست بتاع الشيدر ده، او اتحكم في البرايتنس او الساتوريشن. ممكن اجي من افكت، حط عندك برايتنس كونتراست جاما، عندك هيو ساتوريشن لايتنس، في كتير قوي. فانا هقول له برايتنس كونتراست جاما كده مثلا، وممكن ازود الكونتراست، اقلل الكونتراست، اقلل البرايتنس شويه بايظه، اعلي البرايتنس شويه وعلي الكونتراست حبه كمان، اخد الجاما سنه تحت كده مثلا، فبراحتي. تمام. طب تعالوا كده، خلي بالك كل ده في الكالر، ونيجي هنا ونعمل بس ريندر. في عوامل كتير بتتحكم في شكل الماتيريال، مش مجرد ما نحط الكالر متشكرين، لا لسه في لعب كتير قوي في الماتيريال دي. خلي بالكم هي دي الباقي الميتالز كلها نفس الكونسبت اللي احنا بنتكلم عليه. نتيجة كويسة جدا، لكن خلي بالنا من حاجة، ان افتكر والله اعلم ان بروجيكشن الماتيريال مش مظبوط. تمام، شفتوا الشروط جاي عامل ازاي، مخطط. تمام، طولي 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 طبعا. ده ليه؟ لو رحنا هنا، هنا هنلاقي البروجيكشن ايه، يو في مابنج، وقلنا عشان نستخدم ده لازم يكون الاوبجكت بتاعنا معمول له حاجه اسمها يو في، يعني معمول له فرد. ما علينا من قصه الفرد دي، طالما انا مش عامل فرد يبقى استخدم من هنا خلي كده. تعالوا عشان اوريها لكم لمجرد الديمونستريشن بس التحديد. هحط الماتيريال دي مؤقتا، وكل اللي هعمله بس ان انا هشيل ريفلكتنس واروح في الكالر واحط لكم نويز. مجرد نويز يعني، افتكر هي مش محتاجة. بصوا كده النويز مش باين ولا ظاهر، لكن لو قلت له هنا كيوبيك النويز ايه ظاهر. طب عشان نشوفه اكتر تعالوا نخلي ده مثلا لوكا، وارجع اقلبه لكم تاني يو في مابينج. هو ده بالظبط اللي حصل مع الماتيريال دي، بقت بالمنظر ده لان مش عاملين يو في. فاحنا هنيجي هنا واقول له كيوبيك، بس ده اللي انا كنت عايز اعرفه، او كنت عايز اوريه لكم. فاشيل دي واشيل التاج اللي هو معمول عليه استفهام، واجي هنا واخلي دي كيوبيك. بالمنظر ده عندنا فرق تاني شاسع. كليك. طبعا الفرق باين، ما عادش عندي